هل المرأة الحائض تدخل المسعى وتجلس فيه وهل هو من المسجد؟ المسعى ليس من المسجد، المسعى مشعر مستقل، مشعر مستقل، فلا بأس أن تدخله الحائض، ولا بأس أن تسعى وهي حائض ما دامت أنها طافت قبل الحيض، طافت طواف النسك قبل الحيض، فإذا جاءها الحيض بعد الطواف فإنها تكمل تسعى، السعي لا يشترط له الطهارة.